في الفيديو ده هعرض لكم بعض أعمال فنانة تشكيلية سبقت عصرها، صاحبة الأنامل السحرية، أيقونة الإبداع، بترسم للإبداع عنوان جمال وأناقة، فنانة مبدعة الأفكار، حروفها من ذهب، فنانة متجددة ومتميزة. أعمالها الفنية كلها بتتلون بألوان العز والفخر لتصنع النجاح الباهر. الفنانة هبة فؤاد، فنانة تشكيلية مصرية من مواليد الأسكندرية، أقامت وشاركت بالعديد من المعارض الدولية والمحلية، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير والميداليات الذهبية، وأيضا حصلت على درع نقابة الفنانين التشكيليين. من أعمالها تابلوهات طباعة على الخشب أو الجلد أو الفينيل، والكواليتي والجودة عالية جدا، وكمان تابلوهات الرسم بالألوان بالزيت أو الأكريليك وباستخدام أوراق الذهب والفضة، وأيضا استخدام موزايك زجاج ملون. كمان في أعمالها اليدوية الهاند ميد بمنتهى البراعة والدقة والمهارة. طبعا متاح تنفيذ أي عمل فني معروض من أعمالها في الفيديو أو أي عمل فني آخر حسب الرغبة إن إحنا عاوزين نقلده أو نعمله بالظبط، هي تقدر تنفذه بنفس الدقة وبنفس الوضوح وبالخامة المفضلة ليكم وبالمقاس المطلوب وبالشكل المفضل لكم وفي وقت بسيط وبسعر معقول. وبتقدر كمان بتنفذ أي صورة شخصية بمهارة شديدة مطابقة للأصل. وطبعا التحف الفنية الراقية دي احنا ممكن نقدر نختار منها ونزين منازلنا، او ان احنا ممكن نهادوا عائلتنا او اصدقائنا او اقربائنا او معارفنا بالتحف الفنية الجميلة جدا دي. وفي الفيديو ده هعرض لكم بعض اعمال الفنانة التشكيلية